هنتكلم عن مشروع الفاونديشن بروجكت، وهنبدأ نجاوب على الأسئلة يعني اللي انتوا حاطينها، ولو في حاجة زيادة عايز توضح برضه هنوضح. تمام. أول حاجة، المشروع جماعي ولا فردي؟ هي النقطة دي انتوا سائلين فيها في أكتر من نقطة، هل اختيار التيم؟ فاحنا هنتكلم شوية عن التيمات. يعني المشروع جماعي أو المشروع جماعي، المشروع بتخش بيبقى من 3 لـ4 أفراد، يعني على حسب بقى كل سنة يعني عاملة إزاي، العدد عامل إزاي، فالتيم بيبقى مكون من 3 أو 4. أنت وأصحابك بتبقوا داخلين المشروع دول مع بعض، يعني أنتوا اللي بتختاروا التيمات في الأول، إلا طبعا بقى لو يعني لو أنتوا مش مظبطين التيمات بتاعكوا وكل واحد داخل بالتيم بتاعه، يعني ساعتها بقى لو دخل ناس ما يعرفوش بعض المشروع فبيبقى في مشكلة هنا، ساعتها بقى الدكاترة بتتدخل لو انتوا ما حلتوش الموضوع ده وقسمتوا بعض فينا. النقطة دي ممكن تكون أهم نقطة في المشروع ككل، لأن انت لو اخترت تيم مش بيشتغل الدنيا هتقع منكوا جامد، يعني هيحصل دروب جامد في التيم، لأن المشروع جماعي والمشروع بيحتاج إن انتوا تشتغلوا كلكم مع بعض. فلو دخل المشروع مثلا واحد ناقص، فانتوا يعني واحد ما بيشتغلش كويس او ما بيشتغلش او بيرمي شغله على اصحابه، ساعتها هيبقى في عجز في التاسكات، انتوا مش هتعرفوا تكملوا التاسكات، لان هو المشروع جماعي وبيحتاج الايفورت بتاع التيم ككل. فلازم التيم اللي انتوا تختاروه بعنايه شديده، تكونوا داخلين مع ناس انتوا بتعرفوا تشتغلوا معاهم، وتكون يعني انتوا بتعرفوا تشتغلوا مع بعض، ويكون بقى كل واحد برضو ايه يعني يكون شاطر وكويس ومتمكن عشان يعرف يشتغل، عشان الموضوع ما بيبقى زنقة وقت جامد والتسقط بتبقى جاية ورا بعضها، فانت بيبقى قدامك 5 6 ايام او 3 4 ايام مش متذكر هتعمل فيهم التاسك، مثلا التاسكاية دي، فانت محتاج جهد التيم. يعني انا عن نفسي في المشروع بتاعي انا واصحابي والتيم بتاعي كنا قاعدين مع بعض، يعني كنا قاعدين مع بعض بنخلص شغل مع بعض. فممكن الموضوع ده انتوا مثلا لو بقى تعرفوا برضو تحلوها، كل واحد يبقى في بيته ويعمل المشروع عن طريق ان انتوا تتقابلوا على زوم او اي حاجة وتتفقوا انتوا هتعملوا ايه. بس هي دي نقطة مفصلية، انت لازم أن تختار تيم كويس وتخش بيه من البداية، يبقى ده التيم بتاعك اللي انت مستريح هتشتغل معاه، وتبتدوا تقسموا الحاجة ما بينكم، مثلا ده شاطر في كذا هيعمله، ده شاطر في حاجة تانية هيعملها كده. ده التاسكايه دي مثلا فيها، في طبعا بعد ما تخلص التاسكايه لازم تكتب وورد ولا حاجه، ففي واحد هيكون مسؤول عن تنسيق الوورد، واحد هيكون مسؤول عن اعداد مثلا شيتات الاكسل، واحد مسؤول عن الاوتوكاد كده، يعني الحاجات دي لازم تكون متهندله معاك، ولازم التيم يكون يعني في تفاهم ما بينكم. انا شفت في مناقشات مشاريع شفت تيمات بتبقى مش لطيفة مع بعض أصلا، يعني هم مع بعض مفيش كيمياء ما بينهم وما بين بعض، يعني لدرجة إن أثناء البرزنتيشن ده بيعطل ده في البرزنتيشن، يعني واحد البرزنتيشن في نهاية المشروع بيبقى في برزنتيشن وكل واحد بيتكلم عن تاسك معين، يعني فما ينفعش مثلا يبقى صاحبك بيتكلم وأنت تخش تقطعه، ده أنت معاه في التيم، لا المفروض تكون كل حاجة متفقين عليها وكل حاجة متهندلة معاك. فاختيار التيم نقطة مهمة جدا، لازم تخش التيم، لو أنت مش معاك تيم كويس انا بقول لك ما تخشش. ليه؟ لان انت هتخش هتبقى هتشتغل مع ناس مش عارفها، فما تضمنش بقى، فانت لازم أن تكون داخل مع ناس انت عارف شغلهم ومتفقين مع بعض، يكون في ما بينكم كيمياء كده، تعرفوا توزعوا التاسكات مع بعض وتعرفوا ايه تشتغلوا مع بعض. ده بالنسبه لاختيار التيم. وبرضه بالنسبة كده لسؤال رقم 6 خلص. طيب المشروع كونه جماعي ده يخليه سهل ولا صعب؟ هو بصوا كل مشاريع هندسة مش يعني ما فيش حاجة اسمها سهلة أو صعب، هي الفكرة كلها إن أنت لو اشتغلت هتطلع شغل، لو اشتغلت كويس هتطلع شغل. فزي ما قلت لك التيم ممكن الدنيا التيم ده يخلي المشروع سهل، لو أنتوا تيم متناغم مع بعضه وبتعرفوا تشتغلوا مع بعض خلاص، وكل واحد بياخد التاسكاية الجزء يعني الخاص بيه بيلتزم بيه وبيقدمه في الميعاد
وبتقعدوا مع بعض في الآخر يعني، تراجعوا اللي انتوا عملتوه ده مع بعض، وكل واحد يبقى عارف التاني عمل شغله ايه، فالدنيا هتبقى متناغمة. مثلا انت دخلت مع تيم في واحد فيهم ما بيكفي او ما بيعملش الشغل، هيخلي الموضوع صعب جدا وهيأثر عليكم، لان انت هو انت خد حاجة ما عملهاش، حطت التيم بتاعه في دروب، فهيعمل ايه؟ هتحس ان الموضوع صعب ونفسيا مش هيبقى احسن حاجة. فهو سهل هيخلي الموضوع سهل ولا صعب، ممكن يخلوه في غاية السهولة وممكن يخليه صعب جدا، على حسب التيم شغال مع بعض وعامل ازاي. فهي الفكرة كلها هنا، ان انت اختيارك للتيم هيحدد اذا كان المشروع هيبقى كويس بالنسبة لكم ولا مش كويس. تمام، فدي برضو ايه نقطة المشروع، هل هو جماعي فده هيخليه سهل ولا صعب. طيب ايه المواد الاختيارية؟ المواد الاختيارية في مادة كده elective course foundation برضو بتاخدوها من ضمن المواد الاختيارية، يعني مادة لذيذة كده بتتكلم عن، مش عارف الكورس اتغير محتواه ولا لا، بس بتتكلم عن ال سايت سبورت سيستم، وتتكلم عن لاترالي لودد بايلز، بتتكلم عن شويه حاجات كده ادفانسد. كل الحاجات اللي انتوا هتدرسوها دي هتخدم على المشروع، يعني الماده الاختياريه دي هي ماده بتديك حبه حاجات، انت الحاجات دي هتاخدها تستخدمها كمان في المشروع، وتستخدمها طبعا بره في الشغل. بالاضافه الى ان المشروع ذات نفسه هو ماده، يعني المشروع بيعتبر ماده بتحضرها، بيبتدي الدكاتره كل اسبوع، يعني في دكتور بيخش بيكلمك عن المشروع، يكلمكم ازاي تشتغلوا وازاي تبداوا وازاي التاسكات اللي هتيجي تتعاملوا معاها. فهو دي المواد الاختياريه، هي المشروع اللي انت دخلته خلاص هي ماده المشروع كده كده، انت ما دام خدت مشروع معين يبقى المشروع ده ليه ماده، ما بتمتحنوش عليها بس ايه بتساعدك يعني في عمل المشروع. غير بقى الماده الثانيه اللي هي الكتف كورس كده، بيبقى فاونديشن برضه، وبيبقى ليه علاقه برضه بالسايت سبورت سيستم بقى، حاجات انتوا لسه ما درستوهاش هتاخدوا نبذه عنها في الرابعه بدل الجزء الاول، واللي هيخش مشروع بقى اساسات وياخد الماده دي هيدرسها بتعمق اكتر. فهي دي المواد الايه الخاصه بالمشروع. طيب ايه المشروع بقى عباره عن ايه؟ المشروع عباره عن 4 تاسكات، خمس تاسكات، المشروع عباره عن 5 تاسكات. في البدايه كده انت اي مشروع في الدنيا او اي مشروع بقى حقيقي، سيبك من مشروع التخرج، اي مشروع حقيقي عشان تعمله انت لازم تعرف طبيعه التربه اللي انت واقف عليها. فاول حاجه بتتعمل في اي مشروع هي حاجه اسمها ان انت تروح تعمل جسات في الموقع. الجسات دي عباره عن بتختلف اعماقها، يعني بتنزل حفر كده في الارض، بتنزل في الارض الاعماق معينه، الاعماق دي بتختلف على حسب المبنى اللي انت هتعمله. فانا لو هعمل فيلا مثلا دورين ممكن اكتفي بجستين 10 متر، لو الفيلا دي زادت ان هي هتبقى فيها بدروم فانا محتاج اعمل الجستات دي اخليها مثلا 15 متر، لو انا هعمل هاي رايز بيلدينج محتاج اعمل بقى جستات اعماقها اكبر شويه. فهي الجستات دي ان انت بتاخد عباره عن بتاخد عينات من الارض وبتبتدي تعمل عليها شويه اختبارات وشويه اناليسز، وتعرف طبيعه التربه عامله ازاي تحت. زي مثلا في ثالثه كده كنا بنقول لك لو عندك موقع وفي تربه اول 4 متر ردم، بعد كده كلاي، بعد كده رمل، يعني رمل مثلا ردم رمل، البروفايل ده بيجي ازاي؟ بيجي من الجثه اللي انت بتعمل، وبتعرف خصائص كل طبقه، زي ايه الخصائص؟ زي مثلا انت تعرف الجامه بتاعتها، زي تعرف منسوب المايه فين، زي ما تعرف برضو الفاي بتاعتها، زي ما تعرف السي بتاعت الكلي عامله ازاي، سي اون درين، تعرف الخصائص دي منين، تعرف خصائص السي سب سي بتاعتها اللي هي الخاصه بالكونسوليديشن، سي سب ار، كل الحاجات دي هتعرفها منين؟ هتعرفها من اختبارات بقى تتعمل على العينات اللي هتطلع دي. فهي اول تسقية في المشروع يبقى حاجه زي كده، بيدوك شوية جسات، والجسات شوية جسات وشوية اختبارات، بتاخدهم انت الجسات والاختبارات دول وتبص عليهم، وبتبتدي تطلع بروفايلات للتربة اللي عندك، وبتطلع خصائص كل طبقة من الطبقات دي اللي انت، يعني مثلا لو التربة عندك قسمتها ل3 طبقات هتطلع لكل طبقة الخصائص بتاعتها،
وبتحط الموضوع ده في حاجه اسمها فاكشوال جيوتكنيكال ريبورت، يعني تقرير تربه حقائقي. طبعا في المشروع يتكلم عن تقرير تربه حقيقي باستفاضه، بس ما هو الا هو عرض للنتائج اللي ايه اللي هم بيدوها لك. انت بتاخدها، بتتكلم شويه عن انواع التربه، بتتكلم عن كل اختبار اللي اتعمل ده هو بيتعمل ازاي وايه فائدته، وبتحط النتائج بتاعته اللي هم ايه مدينها لك. بيبقى تاسكات طويله شويه كده بتاخدوها قبل امتحانات، يعني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبتسلموها برضو تقريبا قبل الامتحانات. دي اول تاسكايه الفاكشوال جيوتكنيكال روبوت، ودي التاسكايه اللي انت بعد كده خلاص انت طلعت قطاعات التربه، دي اللي انت هتستخدمها في المشروع بقى، هتستخدمها في الديزاين بتاعك. فانت بتطلع قطاع التربه شكله عامل ازاي، وبتطلع السويل بارامترز بتاعت التربه، وبعد كده بتاخد الحاجات دي بعد كده تشتغل بيها طول الايه المشروع. فهو جزء مهم جدا، بياخد وقت لان هو انت عندك بتستخدم كوريليشنز كتير، وبتبتدي تدور عن شويه حاجات كده وتحطها في شكل ريبورت، وتطلع قطاعات التربه، وتطلع سويل بارامترز. كل السويل بارامترز اللي انت متوقع ان انت تستخدمها في التاسكات اللي بعد كده لازم تطلعها، وبتعرضها بقى في زي ريبورت كده وابندسيز. يعني الابندسيز دي بتبقى عباره عن الاختبارات اللي انت ايه عملتها والنسخة الحسابية بتاعتك، يعني الشغل اللي انت عملته يبقى في ابندسيز. تمام، ده كده بالنسبة لأول تاسك، دي أول حاجة أنت بتعملها، وده التاسك بتاخد فيه وقت، يعني بيدوك وقت مش عارف أسبوعين ولا إيه يعني بتعمل. بعد كده بقى بقية التاسكات بتتسلم لك، أو بتبقى يعني بتبتدي فيها مع نهاية الإيه الامتحانات. بتخلص امتحاناتك وتبتدي بقى كل تقريبا مش عارف اسبوع ولا كل كام يوم بتاخد تاسك من التاسكات دي. تاني تاسكاي على طول بتبقى عندك، بتبقى هي تصميم اساسات، الاساسات بتاعتك بقى، سواء كانت قواعد منفصله، سواء كانت لبشه، سواء كانت لبشه على خوازيق. انت بيبقى عندك المشروع من اللي بيبقى عباره عن مبنى بيتبني، مبنى هاي رايز بيلدينج، وفيه بدرومات مش عارف 2 ولا 3. فانت بعد ما خلاص جبت خصائص التربه بتاعتك، محتاج بقى تعمل ديزاين للاساسات دي. بيبقى مديك الاستراكشر لودز اللي جايه على الاساسات، وانت بتخش على برنامج سيف او ساب او اي حاجه، وتعمل ايه ديزاين للاساسات دي، وتطلع التسليح بتاعك، يعني سواء بقى انت كانت قواعد منفصله، لبشه، لبشه على خوازيق، اي حاجه من دول بتبتدي تعمل لها ديزاين باستخدام اي برنامج اللي هو الساب او السيف مثلا، وتطلع لوحات بقى وتسلحها وكده. فهو ده تاني حاجة، لأن يعني أنت بيبقى عندك مثلا مبنى هاي رايز بيلدينج، وبتعمل له الأساسات بتاعته اللي هي في الأغلب هتكون لبشة أو لبشة على خوازيق، أو مش عارف ما صفتش يعني واتعملت قواعد منفصلة قبل كده. بس بتحتاج إن أنت تتشك على كل نوع من نوع الأساسات دي. يعني أنت في الأول بتصمم قواعد منفصلة وتشوفها هل هتسيف ولا لا، ما سيفتش تخش على اللبش، ما سيفتش تخش على لبش على خوازيق، ما سيفتش تخش على حاجه اسمها بايل درافت، في رافت موبايل وفي بايل درافت، فهتعمل حاجه من دول. ده بالنسبه لتاني تاسكاي. ثالث ورابع تاسكايه هما حاجات مرتبطه ببعضها وبيتعملوا مع بعض. تمام، انت مين اللي هما بيبقوا حاطين لك المبنى اللي انت عايز تعمله ده جنب نهر او بحر. فانت مثلا هتحتاج عشان تعمل 3 بدرومات ولا حاجه، او بدرومين، ان انت تحفر 10 متر، وبرده ما فيش مساحه، يعني مش هتعرف تحفر حفر مفتوح. حفر مفتوح ده اللي هو مثلا لو انت التربه عندك عامله كده، مش هتعرف تنزل بميول بالتربه وتحفر حفر مفتوح، فانت الحفر بتاعك هيبقى حفر راس. تمام، فانت لو جيت حفرت في اي تربه راس كده، التربه دي هتهيل، فانت محتاج تعمل سند للتربه دي. تمام، فعشان تسند التربه دي انت محتاج تحط استراكشر هنا، هتاخدوها في رابعه. يعني الكلام ده انا عارف ان هو ممكن ما يكونش واضح بالنسبه لكم دلوقتي، بس في الترم الاول في رابعه هيوضح كل الكلام اللي انا بقوله ده. انت محتاج تعمل حاجه هنا تمنع لي ان التربه دي تقع. طب هتعمل ايه؟ في بقى نظم كتير هتدرسوها، سيكانت فايل، دايفرام، ممكن تعمل شيت فايل، اي حاجه من دول. فانت محتاج تصمم الستاره اللي هتمنع لك ان الميه تقع، التربه تقع. في نفس الوقت انت لو جنب بحر او جنب نهر هيكون في منسوب ميه عالي، في منسوب ميه عالي، طب الميه هتبقى عايزه تخش الموقع، فانت محتاج تعمل ايه؟
محتاج تعمل ان انت تشيل الميه دي، الميه اللي جايه هتهاجم الموقع بتاعك، محتاج تعمل لها دي ووترنج، ان انت تشيلها من الموقع بتاعك. فهو ده تاسك 3 و4، ان انت بتصمم نظام لسند جوانب الحفر بالاضافه لنظام لنسح المياه الجوفيه، لا اما بقى نسح او التحكم فيها هتعرفه ازاي. مش شرط يبقى نسح، يعني مش شرط ان انت تجيب ترومبه وتسحب الميه دي، ممكن في حاجه اسمها تانية كاتو بتتعمل. فالنظم دي طبعا انت هتدرسها السنه الجايه، وهت ايه هتطبقها في المشروع، سواء سند جوانب الحفر والناس، والاثنين التاسكين التو تاسك دول بيتعملوا مع بعض. تمام. بعد ما بتخلص التو تاسك دول بيبقى في تاسك بقى حاجه ادفانس شويه، وهي ديزاين للميكانيكال ستابلايزد ايرث وول، حاجه يعني حيطه كده اسمها ميكانيكال ستابلايزد ايرث وول، او بتعمل حاجه اسمها سويل امبروفمنت، ودي موضوعات ادفانسد شويه في الجيوتكنيكال انجينيرنج، مش كل الناس بتشتغل بيها بس بتبقى لذيذه جدا. يعني الميكانيكال ستابلايزد ايرث وول دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن لو انتوا ناس كتير بتعدي على كباري او في مطلع الكوبري كده، بتلاقيهم بدل ما بيعملوا حيطه خرسانه بيعملوا حيطه من طوب كده، الطوب ده وبيبقى بتتسلح بحاجه اسمها جيو جريد، هتدرسوها يعني في المشروع لو هو ده اللي هيبقى التاسك في المشروع السنه دي. هتدرسوا ازاي تعملوا الحوائط اللي هي بتبقى في بدايه الكباري دي، بتبقى حوائط عاليه جدا وعباره عن طوب بس، وطبعا جوه بقى بيبقى مدفون حاجه اسمها جيو جريد وستراكشر فيل اللي هو الرمل ده المدموج. دي حاجه بتتعمل موفره جدا وبتتعمل بسرعه، وبتبقى بتغني بتبقى موفره جدا عن الحوائط اللي هي الخرسانه اللي بتتعمل في مطالع الكباري دي. فبدل ما يعملوها خرسانه بيعملوها حاجه اسمها ام اس اي وول او سويل امبروفمنت. بيبقى جايب لك مثلا هتعمل سويل امبروفمنت اللي هو تحسين خصائص التربه، يبقى مثلا المشروع انت عندك فيه تربه وحشه في منطقه وهم عايزين يستغلوا المنطقه دي ويبنوا فيها مبنى، فانت لازم تعمل ايه سويل امبروفمنت تكنيك بحيث ان هو يحسن خصائص التربه في المنطقه دي عشان تعرف تبني عليها. وهتدرس بقى انواع السويل امبروفمنت سواء كانت بري لودنج او هتستخدم ساند درينز، حاجات كتير بقى ايه ساعتها في المشروع هتدرس الجزء ده يعني. تمام. ده كده بالنسبة للمشروع وازاي البروسيس بتمشي يعني. طب ايه البرامج اللي انت محتاجها في المشروع؟ بص الجيوتكنيكال انجينيرينج فيها برامج كتيرة جدا، بس في المشروع ما بيجبركش ان انت تحل بالبرامج دي، انت بتحل مانيوال، يعني بتحل الحاجات دي زي ما بتدرسها في الكلية بتحلها. تمام. مش بيبقى مطلوب جدا الهاند كالكوليشنز. لو انت عملت بقى استخدمت برنامج وشيكت بيه على حساباتك بيبقى كويس، بس ده مش حاجة مطلوبة. بس في برامج، في برامج لكل الكلام ده، يعني كل الكلام ده احنا في الشغل بره ما بنعملوش بإيدينا، احنا بنعمله ببرامج. بس في المشروع هو عايزك يشوفك انت استفدت من الكورسات اللي انت درستها دي وبتعرف تحل بإيدك ولا لا، لأن هو الأساس في أي حاجة هي الهاند كالكوليشن. لأن انت ما بتعرفش تستخدم تحل بإيدك ورحت استخدمت برنامج انت مش عارف انت بتدخل له البارامترز ازاي، هتدخل ممكن تدخل حاجة غلط، فازاي يبقى عندك السنس وتحس بالنتائج دي؟ لازم تكون بتعرف تحل بايدك عشان ايه يعني تبقى ليك قابليه ان انت تحكم على البرنامج ده. ما هو في الجيوتكنيكال انجينيرنج في الاف البرامج، بس مش اي برنامج بيجي لي انا بستخدمه، لازم اكون عارف انا بدخل له ايه واقدر احكم على النتائج اللي هتطلع لي دي، سواء هي كانت منطقيه ولا مش منطقيه. ففي المشروع انت البرامج اللي انت هتحتاجها مينلي هي وورد، اكسل، باوربوينت طبعا عشان البرزنتيشن، وهتحتاج الساب عشان تعرف لو في لبشه ولا حاجه تعرف تعملها، الساب او السيف، دول اللي انت مطالب بيهم. وفي برنامج تاني هتعمل فيه شكايه وحاجه كده، برنامج اسمه سلايد. فبرنامج سلايد ده بيتشيك على اسلوب ستابيليتي. انتوا لو فاكرين في ثالثه مدني احنا درسنا الاسلوب ستابيليتي، كانت قلنا ان هي بتحل على سيرفس واحد، هو انت عشان تجيب مينيمم فاكتور اوف سيفتي انت محتاج تحل على سيرفيسز كتيره جدا وتشوف اقل فاكتور اوف سيفتي، فده طبعا هيبقى تايم كونسيومنج وهياخد وقت كبير جدا. ف
بتستخدم برنامج سلايد، وده برنامج سهل وبسيط جدا ممكن تتعلمه في ربع ساعة نص ساعة، وهتعرف يعني تعمل التصفية عليه. فالبرامج في المشروع مش أزمة، فأنت يا دوب هو المايكروسوفت أوفيس والساب أو السيف، ومعاهم برنامج سلايد ده عشان تتشك على نقطة السلوب ستابيليتي. ده بالنسبة للبرامج. في حاجات تانية بقى أنت ممكن في المشروع لو أنت عندك وقت تعرف تضيفها، في زي مثلا ان انت وانت بتعمل ساند جوانب الحافه ممكن تعمله ببرنامج وول اب، ممكن تعمله ببلاكسي، في برامج اسمها جيو. جيو دي سلسله برامج كده لكل تاسكايه من تاسكات الجيوتكنيكال، بتتعمل عامل لها برنامج بسيط كده بيبقى خفيف وبيتعمل بيه. في ناس بتشتغل، اللي يعرف يشتغل بلاكسي يشتغل بلاكسي. فكل دي حاجات اديشن، مش ده المين بتاعك. هتتعمل هيبقى جود بوينت ان انت تعملها، بس مش لو ما عملتهاش مش هتقل حاجه. فمن رايي ان انت لو هتخش يبقى تركز بس على اللي انت هتعمله، المانيوال، الحل المانيوال بتاعك، الحلول اللي انت هتعملها، وتستخدم البرامج اللي انا بقول لك عليها. بعد ما تتخرج بقى تشتغل بالبرامج التانيه عادي جدا، سهله وبسيطه، بس محتاجه ان انت تبقى عارف انت بتدخل دي برامج المشروع. هل بنطلع لوح؟ طبعا بنطلع لوح. انت الليبشة اللي انت هتعملها دي هتطلع لها لوحة عادي جدا زي بتاع استراكشر. ساند جوانب الحفر ده في الاغلب هيكون خوازيق او حاجه اسمها باي فروم وول، فانت هتحتاج تطلع لوح وبلان موزع عليه توزيع الخوازيق بتاعتك التسليح بتاعها، وهتدايزن للخوازيق دي هتعمل لها ديزاين يعني، او الدايفرام وول هتعمل له ديزاين. هتستخدموا حاجه، ممكن تستخدموا حاجات اسمها انكورز وستراتس، هتطلع تعمل لها ديزاين وهتطلع لوح. نظام سند نظام الناس هتطلع له لوح، هتطلع له لوح، لان انت لو انت هتعمل ابار مثلا في الموقع هتحتاج تحط توزيع الابار دي، فلازم هتطلع لوح. لو خدت الام اس اي وول دي حيطه فحوائط، فهتضطر تطلع قطعات للحوائط دي، وهي بتتسلح بحاجه اسمها جيو جريد، فهتحتاج تعمل له ديزاين وتطلع له وتحطه على اللوحه هو موجود فين وتوزيعتها. هتطلع يعني في لوح بتطلع، في لوح وكتير يعني. هتطلع مثلا تحديد 12 13 لوحه. طيب المشروع بيبدا من الترم الاول ولا الثاني؟ لا، بيبدا من الترم الثاني. بتاخد زي معظم زي مشاريع الهندسه كلها، بتبدا من الترم الثاني بتاخد تسقية الفاكشوال دي قلت لكم قبل الامتحانات، ودي بتسلمها قبل الامتحانات، وبعد كده بتخش تمتحن وتخلص وتتزنق شهر بقى، اللي هو بعد الامتحانات ده بيبقى عبارة عن التاسكات التانية بالبرزنتيشن بكل حاجة. هل اختيار التيم ده احنا اتكلمنا فيه خلاص. طيب المشروع كويس للبنات ولا لا؟ هو زي ما قلت لك المشروع كويس لكله عادي يعني، بنات او مش بنات المشروع كويس. بس الفكرة كلها ان انت تبقى داخل مع ناس انت بتعرف تشتغل معاهم، النقطة دي مهمة جدا عشان كده بأكد عليها كتير يعني. لو ناوي ادخل المشروع وكان وقع مني شوية دروس في السويل، هل محتاج محتاج تراجع ثالثة مدني؟ لازم تراجع كورس السويل ميكانكس ده، مهم جدا الكورس ده، بس في ناس بتشتغل بيه بره يعني، في ناس اتخرجت من هندسة وشغالين بالكورس ده بس يعني. كورس السويل ميكانكس ده شغل وشغل مفتوح وكتير جدا. الفاونديشنز اللي انت هتاخدها في رابعه مدني الترم الاول مهمه جدا. شغل كل الحاجات يعني، ماده الجيوتكنيكال انجينيرنج من اهم صفاتها يعني، ان انت ما هت... انت هتطلع تشتغل هتشتغل بالكورسات اللي انت خدتها في الكليه، فما ينفعش تكون مش شاطر فيها. فلازم تراجع ثالثه مدني كويس جدا، لازم تكون في رابعه مدني كويس، و يعني يكون الكورس الفاونديشنز اللي انت هتاخده ده كويس بالنسبه لك وتذاكره كويس وتكون كويس فيه، لان انت هتستخدمه في الديزاين يعني، انت هتستخدم الحاجات دي. وطبعا الالكتيف كورس لازم أن تكون بتذاكره كويس جدا. انت مين اللي بتشتغل بالمواد؟ انت ما بتشتغلش بحاجه غير دول، ما بتشتغلش بحاجه غير بالحاجات اللي انت الاربع كورسات اللي انت هتدرسهم دول، اللي هو ثالثه مدني، رابعه الترم الاول، رابعه الترم الثاني هتاخد الالكتيف وماده المشروع، هم دول بس اللي انت محتاجهم يعني، هم دول اللي انت هتشتغل بيهم مني، فلازم أن تكون كويس فيهم. يستحسن جدا ان انت تقعد تراجع الكلام ده كله وتذاكره كويس جدا وتهضمه عشان تعرف تخش المشروع ده. ايه اللي ممكن اعمله في الصيف يعني وتجهيز المشروع؟
اتكلمنا عن موضوع البرامج والكلام ده، انت بس اهم حاجه محتاج تكون كويس في الوورد والاكسل والباوربوينت طبعا والساب او السيف، ولو عايز تبص على برنامج سلايد تبص عليه. بس يعني انا بقول لك انت الوورد والاكسل مهمين جدا، الاخراج مهم جدا جدا جدا، فانت لازم دول تحسن من نفسك فيه. وانت بقى معظم الناس بتبقى فاكره نفسها ان هي بتعرف تستخدم الوورد والاكسل بس هم مش احترافيين فيه، فلا الموضوع ده لازم برضو ايه تقعد عليه كده يومين ثلاثه تظبط عشان لما تخش ما تعطلش فيه. طبعا بالاضافه ان انت لو عايز تبص على برنامج سلايد هو برنامج بسيط ولذيذ، وانت كده كده درست يعني الاسلوب ستابيليتي، فالدنيا مش هتبقى مبهمه بالنسبه لك، تقدر تبص دلوقتي وتشوفه عامل ازاي وتحل عليه المسائل اللي انت كنت بتحلها في الكليه اللي انت كنت بتاخدها، نقول لك حل بيشوب، حل بالطريقه اللي انت بتقسم فيها ميثود اوف سلايسز، فانت تقدر تاخد مسائل اللي انت كنت بتحلها في الشيت دي تحلها على برنامج سلايد عادي جدا، وهيديك المينيمم فاكتور اوف سيفتي. بعد كده انت ايه اللي ممكن اعمله في الصيف ده كتجهيز للمشروع؟ على برامج ولا انزل موقع؟ هو يعني انت لو انت في الصيف عادي عايز تنزل موقع انزل، عايز تدرس برامج ادرسها. انا زي ما قلت لك كده الموضوع مش صعب للدرجه دي، مش محتاج برامج كتير قوي، انت بس اللي هو تبقى زي ما قلت لك وورد واكسل وباوربوينت مع البرنامج سلايد هيبقوا كويسين جدا. محتاج تنزل لو يعني قول ان انت تنزل موقع، لو قدرت تنزل موقع في حاجه شغاله في جيوتكنيكال مثلا، مشروع انفاق، مشروع بيتنفس فيه خوازيق، مشروع بيتنفس ستاند جاونب حفر انكل، ده هيضيف لك، فلو قدرت تعمل كده طبعا يعني انزل. تعالى بقى من النقطة اللي هي بتاعت خريج مشروع أساسات يعتبر تصميم ولا تنفيذ وإيه مجال شغلها؟ ماشي، بص الشغل في جي تكنيكال موجود يعني ومطلوب، يعني حاليا السوق بيطلب يعني متعطش جدا لناس خريجين مشروع أساسات وخصوصا هندسة القاهرة، فلا يعني الشغل متوفر. المكاتب اللي أنت بتشتغل فيها معظم الدكاترة اللي عندنا في الكلية عندهم مكاتب، بالإضافة للمكاتب بره كتير جدا وكلهم طالبين ناس وكلهم بيحبوا خريج هندسه القاهره. ومني لو انت اشتغلت في مكتب هيبقى ديزاين وهتعمل تقارير تربه، يعني معظم شغلك هيبقى بتعمل تقارير تربه وبتطلع توصيات تنفيذ وبتعمل شويه حسابات كده حاجه عليها علاقه بالسيتلمنت، وبالاضافه بقى ان انت المشاريع اللي انت بتصممها لو هتصمم خوازيق، لو هتصمم نظام سند، لو هتصمم نظام نفق، فده بالنسبه لشغل المكاتب. وفي حاجات كتير جدا يعني المجال ده من اكثر المجالات فيها شغل، و يعني هي ممتعة. الفكرة كلها إن أنت في المجال ده أنت كل يوم ممكن تتعلم حاجة جديدة، كل يوم بتتعرض لحاجة أنت عمرك ما عرفتها قبل كده، وكل يوم بتحتاج تذاكر الحاجة دي عشان تعرف تعملها وتشتغلها يعني. فالموضوع مش إيه في المكتب فيه تحديات كتيرة في الديزاين. طيب الموقع بقى بالنسبه لي في برضه في المواقع حاجات كتير، انت ممكن تشتغل في المواقع شركات زي باور، شركات زي مينارد، شركات معظم شركات تنفيذ الاساسات، في شركات متخصصه اصلا ما بتعملش حاجه غير اللي هي جي تكنيكال بس، يعني في حاجات ما بتعملش غير جي تكنيكال بس، غير ان انت بتشتغل في حاجات تانية بقى ليها علاقه بال ايرث وورك والكلام ده. ف كشغل موقع في برضه شغل موقع ويبقى مهم جدا وكويس جدا وفرصه حلوه جدا لو انت اشتغلت في الموقع في حاجه ليها علاقه بالجيوتكنيكال صرف، يعني هيبقى في فرص ان انت تتعلم كويس. وبعد كده يعني معظم بتوع الجيوتكنيكال بتلاقيهم ما بيقعدوش كتير في مصر، يعني يشتغلوا شويه وبعد كده ايه يسافروا يعني. فعشان كده دايما السوق عندنا في الجيوتكنيكال بتلاقيه لا محتاج ناس، يعني محتاجين معظم المكاتب الجيوتكنيكال حاليا بتبقى طالبه ناس، يعني شغل الجيوتكنيكال بقى كتير جدا ومشاكل التربه كتيره جدا، فالفتره اللي فاتت دي بقى فيه اهتمام كبير جدا بالمجال ده يعني. ماشي، طيب انا مش فاهم مهندس اساسات ده بيعمل ايه؟ مهندس اساسات بيعمل ايه؟ زي ما قلت لك انت لو في مكتب هتبقى بتعمل ديزاين
نظم سند او اي حاجه من الحاجات دي اللي احنا اتكلمنا عليها ان انت بتعملها في المشروع، او هتعمل تقارير تربه، وكل ده برضو انت بتتعرض له في المشروع. بس بره بقى بتبقى الدنيا مختلفه، لان الحاجات بتبقى اصعب شويه. يعني الدنيا مش يعني في المشروع انت لما تيجي تتعرض لحاجه بيعرضوك لحاجه نفس السيستم الشغل اللي انت تشتغله بره، بس الحاجات بتبقى ابسط شويه. بره بقى بتبقى الدنيا اكثر تعقيدا يعني. والمرتبات، المرتبات لا يعني هي افضل شويه من بتوع خرسانه، يعني كمرتبات افضل من بتوع خرسانه. انا مش عارف بتوع اداره مشروعات عاملين ايه، بس يعني اون افريج مش احسن حاجه ومش اسوأ حاجه. يعني هتلاقينا مثلا احنا وبتوع الميه والكلام ده في كاتوبري الخرسانه شويه عشان بيبقوا كتير، فبتلاقي ال يعني مرتباتهم اقل سنه. وبرضو حتة المرتب دي انت هتبقى ليها علاقة بالمكان اللي انت هتشتغل فيه، لان انت لو اشتغلت مثلا في دار الهندسة فهتاخد في ليفل معين، خطيب وعالمي هتاخد ليفل تاني، المكاتب هتاخد ليفل اهدى شوية او اقل شوية، ممكن تاخد في مكان تاني لو اشتغلت في شركات محترمة مثلا هتلاقي الليفل عالي شوية. فالمرتبات مش يعني كويس يعني بالنسبة اما حديث تخرج وكده هتلاقيها لا مرضية يعني. ليه كل الناس بتقول اساسات شغلها؟ لا اساسات مش يعني هي شغلها قليل، بس العدد اللي بيطلع منه قليل، فستيل السوق عالي. يعني انت في المشروع، مشروع اساسات السنه اللي فاتت كان فيه هم 13 طالب بس، فهو العدد قليل. ف يعني هو حاليا السوق متعطش ان هم في ناس، لا فالشغل مطلوب يعني مش قليل ولا حاجه. طب تقييم الطلبه في المشروع بيبقى عامل ازاي؟ التقييم بيبقى تقييم جماعي وفرد، يعني الدكاترة بتقيم التيم ككل، كالمنتجات اللي بتخرج منك انت، ك مثلا لوحات، كتقرير، كمناقشة التيم ككل، وكل فرد في التيم الدكاترة بتناقشه، فبيتقيم فردي وبيتقيم جماعي. فزي ما قلت لك اختيار التيم مهم عشان التقييم الجماعي، وطبعا لازم أن تكون انت فاهم كل حاجة بتتعمل عشان التقييم الفردي. فالتقييم في المشروع بيبقى فردي وجماعي الاثنين مع بعض. لو عايز تطور من نفسك بقى بعد التخرج، ده بيبقى انت لو عايز تكمل. يعني معظم اللي انا شفتهم شغالين في اساسات هم خرجوا عملوا ماجستير في الهندسه زي كده. يعني معظم الناس بتخرج بتروح تعمل ماجستير، والماجستير مهم، مهم جدا. يعني مواد الماجستير دي حتى انت لو ما قدرتش تعمل ماجستير، خد مواد الماجستير اللي الناس بتدرسها في السنة التمهيدية زكاة. المواد دي مهمة جدا وبنشتغل بيها. يعني الميزة في الهندسة الجيوتقنية إن أنت الحاجات اللي أنت بتدرسها بتشتغل بيها. يعني هو الشغل أكشولي الحاجات دي، يعني الشغل والدراسة مش بعاد عن بعض، زي مثلا مش عارف في معظم الحاجات بيقول لك الشغل حاجة والدراسة حاجة. لا، هنا الشغل والدراسة قريبين من بعض جدا وريليتد لبعض جدا، واللي أنت كنت بتعمله في الدراسة هتعمله في الشغل. بس كده. لو حد فيكم عنده أي سؤال يعني ممكن نرد عليه. تمام، يعني هو كده مفيش برامج ملزمة في المشروع، كله مانيوال. ما فيش حاجة ملزمة إلا طبعا لو أنت تستخدم الساب أو الإيتابس في حاجة، وحتة السلايد، وطبعا المانيوال ده أنت بتعمله في شيتات إكسل يعني أو كده، يعني واللوحة، بتعمل شيتات إيه؟ احنا هنرسمها بإيدينا زي لا سكاشن الخرسانة اللي كنا بناخدها في الكلية، ولا بنعملها على الكاد؟ على الاوتوكاد، لا ما فيش الاوتوكاد طبعا لازم هو الاوتوكاد كده بكده يعني ديفولت، يعني حاجه انت المفروض معاك اي رسمه او اي اخراج لوح هتطلعه طبعا بالاوتوكاد. اه تمام. طب هي الكلية مش هتعمل لنا ريفيجن على اي حاجة، ولا احنا لازم نبدأ في الصيف ده نراجع؟ انت يعني انت لازم طبعا تراجع السويل ميكانكس. انت اساسا الترم الجاي بيبقى فيه في الاول سيكشن كده سيكشن ريفيجن، بس مش معقول في سيكشن هندرس كورس يعني، فانت لازم طبعا تكون عندك يعني تكون مذاكر جزء السويل ميكانكس بتاع الترم اللي فات. هي المادة الاختيارية لازم باخدها، هي مش اختيارية عشان ما اخدهاش او اخدها، صح؟ لا طبعا لازم لما تخش مشروع اساسات يبقى تاخد المواد بتاعته، بتاخدها وبتاخد ماده جنبها اختياري تاني تقريبا.
مش عارف عندكم الموضوع اتغير ولا ايه، بس يعني بتاخد مادة اختياري تانية براحتك بقى، يعني اللي انت عايز تاخدها كله. طب يا باشمهندس، هو اللي بيتخرج من حضرتك قلت اللي بيتخرج من مشروع اساسات بيشتغل بره في مكاتب تصميم القواعد وكده، هو خرسانة برضو بيشتغلوا في تصميم القواعد، هو ده مش بيخلي أنا يعني ما قلتهاش المنافسة صعبة قواعد، شوية؟ مش قواعد، ما بتصممش قواعد. يعني احنا مينلي، يعني انا من ساعه ما اتخرجت ما اشتغلتش تصميم قواعد، اشتغلت حاجات تانية زي سايت سبورت سيستم، اشتغلت دي ووترينج، اشتغلت حوائط، اشتغلت سويل امبروفمنت، حاجات كده يعني مش هتلاقيهم. لا يعني احنا بعاد عنهم شويه، شغلنا غير شغلهم. انت هم ممكن يصمموا هم في الاخر الاساسات، مش فارقه يعني، مش ده المين تاسك بتاعك. يعني شغلانه ان انت تصمم اساسات دي اللي هي لبشه او قاعد منفصل او الكلام دي او الكلام ده، يعني سهل جدا اي حد يعمله. انت بتشتغل في حاجات تانية تمام. معظم، يعني شغلنا مثلا بيبقى عباره عن ان انت هتعمل حاجه ليها علاقه بس، يعني مثلا انت لو هتصمم خوازيق والحاجات دي، هو بيصمم مثلا خوازيق عشان تشيل المبنى، انت بتصمم الخوازيق اللي بتسند المبنى وبتديله قدرة تحمل الخازوق الواحد اللي بيشيل المبنى، فانت بتعمل حاجة جيوتكنيكال، هو بيعمل حاجة ستراكشر ملهاش علاقة. يعني ده هما الاتنين بيتجمعوا مع بعض، بس انت في حتة وهما في حتة. يعني تمام. هو انا عاوز اسال سؤال، هو بالنسبه للمعامل يعني في معامل تربه، هل اللي بيشتغل فيها مهندسين مدني ولا خريجين علوم؟ عشان بس المعلومه دي تبقى في دماغي. بص، في معامل تربة طبعا كتير، اللي بيعمل طبعا الاختبارات والحاجات دي بيبقى فني، لو مثلا الداتا اللي بتخش دي بيبقى في ممكن جيولوجي يعمل الكلام ده، بس اللي بيكريت الموضوع من الاول مهندس. يعني ايه اللي بيكريت السيستم؟ يعني احنا مثلا عندنا في المكتب اللي انا بشتغل فيه، انا ومهندس تاني اللي عملنا اللاب بتاعنا، يعني احنا اللي كريتنا كل حاجه في اللاب، كريتنا الشيتات، اللوجات اللي هم هيرسموا عليها الشكل عامل ازاي، بس بعد كده هم اللي بيستخدموا بقى الكلام ده. يعني انا بعمل الحاجه مره، وهم بعد كده بيبتدوا يشتغلوا على الحاجه دي كتير بقى. يعني الشيت، يعني مثلا شيت الكونسوليديشن، تجربه الكونسوليديشن، هو بيخش يدخل حاجات، يعني يدخل الداتا بس مين اللي عمل الشيت ومين اللي عمل طريقة الحساب والإخراج بتاعه؟ إحنا بقى، يعني فاهمني؟ يعني مثلا ثانية، أنا ممكن ايوه، يعني المهندس هو اللي فاهم القضية جت أيوه منين، هو مجرد بيحط ارقام. بالظبط. يعني هو ممكن يكون فاهم برضه، هو تمام، بس يعني أنت في الأول وفي الآخر لا، بتحتاج مهندس إن هو يعمل السيستم اللي أنت هتشتغل بيه، تمام؟ تمام. خلاص فمثلا ثانية هحاول أوريكم أي حاجة. ده أيام ما كنت شغال في مركز البحوث، تمام. مثلا هنا ده شيت مثلا زي شيت الكونسوليديشن، فاكرين تجربة اختبار الكونسوليديشن؟ ايوه ألو. فاكرها. فمثلا ده الأوتبوت بتاعنا، تمام. تمام. بس انت عشان تخرج بكده في حسابات كتيره قوي، يعني في حسابات كتيره قوي بتتعمل، فهتحتاج يكون في مهندس يعرف يعمل الحاجات دي، فاهمني؟ وفي الاخر اللي هيجي هيدخل شويه ارقام وهيطلع له النتيجه في الاخر كده، تمام. تمام. فهي دي بتبقى البوينت. يعني انت بتعمل الحاجه مره واحده بس، ايه يعني بعد كده الناس بعدك بتستخدمها، فطبعا لازم يكون مهندس في اللاب، في اللاب والموضوع ده بيبقى لازم يتابع، وعلى الأقل بيبقى بيراجع يعني. ايوه فهمت. وفي مهندسين برضو شغالين في لابس، بس زي ما قلت لك في ناس بتشتغل بكورس سويل ميكانكس بس. ما انت كورس اللي شغال في لاب هو كل اللي هيحتاجه ايه؟ هو سويل ميكانكس ثالثه مدني، هو مش هيتعرض للديزاين الفاونديشنز، هو لاب، الشغل كله لاب ايه ده يعني، هو طبعا. مفيش في بتعلم رابعة مدني تستات تاني غير اللي احنا خدناه؟ لاب تيست، لا في حاجات بقى تانية يعني بعد كده، يعني لما تتخرج بقى
في كل حاجه في لاب تيست معين، بس انت ساعتها مش محتاج ان انت تدرسه في الكليه، ممكن تتعلمه عادي. ايوه ماشي، اسئله تاني؟ طيب يا باشمهندس، ان شاء الله يعني اول ما اتخرج المفروض بقى ادور ازاي او ابحث ازاي عن الشغل؟ يعني هو انتوا بصوا، اللي بيخش مشروع اساسات دايما هتلاقي حتى الدكاترة في المشروع بياخدوا ارقامكم، وهم بتلاقيهم بيكلموا الناس يعني اول ما بيخلصوا. ما كانش مثلا انا اشتغلت اول ما اتخرجت في مركز البحوث برضو جابوا رقمي، مش عارف جابوا رقمي منين. هو عادي بتلاقي كده، لا اما بقى انت هتبحثي على المكاتب الجيوتكنيكال وتشوفي الشغل. يعني المكاتب الجيوتكنيكال في البلد كتير جدا، يعني هتدوري ازاي في مكاتب كتير، يعني في شركات كتيرة، يعني مكاتب وشركات جيوتكنيكال كتيرة في مبدئيا كده في كل الشركات عموما، اللي هي زي مثلا المقاولين العرب، اوراسكوم، وكان في قسم اسمه جيوتكنيكال انجينيرنج، يعني في قسم كده. ف ده في الشركات. في المكاتب بقى في مكاتب جيوتكنيكال بس كتير جدا، يعني ممكن نذكر امثله، يعني المبراوي، في احمد حسني، مكتب حمزه، دول بس انا بقول لكم يعني المكاتب الكبيره قوي. يعني في جيك، في طبعا مكاتب عندنا الدكاتره، عندنا سيليكون، في دكتور اشرف كمال برضو ما عنده مكتب، دكتور محمد عامر عندنا في الكليه عنده مكتب، دكتور محمد كمال عندنا في الكليه عنده مكتب، كل دكاتره يعني كتير جدا، دكتور الخولي عنده مكتب، يعني كلهم عندهم مكاتب عادي، في مكاتب كتير وسهل جدا توصلي ليه. بالظبط، تمام. يعني يا باشمهندس احنا في المشروع ما بيجيش من الاول ان احنا نحسب العمارة والاحمال لحد ما نوصل للتربة، لا، هي الاحمال بتيجي جاهزة. الاحمال بقى والكلام ده شغل استراكشر، فهو مش هيزنقك يعني في شغل استراكشر وانت جيتك. طب حضرتك ممكن مثلا تتكلمنا شوية عن المناقشة بتاعة المشروع اللي بيتم فيها او الاسئلة او المناقشة، كده؟ انتوا زي ما قلت لكم انتوا بتبقوا تيم، فالمناقشة مثلا بتبقى في حدود، في أول حاجة في المناقشة بيبقى أنت عندك كل تاسك من التاسكات اللي أنت بتعملها دي، أنت بتاخد التاسك وتروح تقدمه، تمام؟ كل تاسك لوحده، فبتبتدي تقعد مع دكتور وبيبتدي يناقشك في التاسك ده ويطلع لك أخطاء. دي أول مرة، أول مرة أنت تناقش التاسك، وليكن تاسك رقم واحد، تمام؟ ويطلع لك مثلا أخطاء ويقيمك وتاخد تقييم اثناء المناقشه دي، وبعد كده يقول لك عدل كذا وكذا وكذا. فانت تيجي المره الثانيه انت جاي بتاسك اتنين وتاسك واحد برضه معاه، ليه؟ عشان يشوفك الدكتور التاني بقى اللي هيقابلك ده، يشوفك انت عملت الاصلاحات اللي في تاسك واحد ولا لا، ويديك عليها درجه، وبعد كده يقيمك على تاسك اتنين ويديك عليه كومنتات، وتيجي المرة اللي بعديها بتاسك اتنين وتلاتة، وهكذا بقى كل مرة بتيجي بكده، يعني بتيجي بالتاسك القديم والجديد عشان يشوف الكومنتات انت عملتها ولا لا، ويشوفك في التاسك الجديد انت عملت ايه، ويقيمك ويديك عليه كومنتات بقى. ده بالنسبة للمناقشات دي، كل المناقشات دي عليها درجات، يعني درجات بتتلم، يعني الدرجة مش على المناقشة النهائية بس، لا بتبقى متوزعة. بعد كده بقى بتيجي في المناقشه النهائيه خالص، انت بتبقى عامل برزنتيشن، البرزنتيشن ده انتوا بتطلعوا تتكلموا، بتبقوا مقسمين طبعا البرزنتيشن، كل واحد فيكم مثلا سين هيتكلم عن تاسك واحد واثنين، صاد هيتكلم عن ثلاثه واربعه، عين هيتكلم عن التاسك الاخير كده، وهكذا بقى كل واحد يطلع يقول انتوا عملتوا ايه في التاسك ده في البرزنتيشن، ويعرض الشغل والسيكونس اللي انتوا مشيتوا فيها. وطبعا اثناء الليكت في كورس ده او مش عارف كورس المشروع، هتلاقي الدكتور بيقول لك ازاي تعمل برزنتيشن، وايه النقط اللي انت محتاج تحطها. يعني انت في البرزنتيشن مش محتاج تحط لي حسابات، الحسابات هتبقى في النوت الحسابات، في ناس بتحط الحسابات في البرزنت. طبعا اللي بيعرض ده المفروض بيقول كلام سريعا، يعني دي مش مناقشه، ده عرض، لان العرض ده بيبقى حاضره دكاتره من بره، كل واحد فيكم بيتكلم عن التاسك بتاعه، وطبعا في حد الاول بيخش يقدم المشروع، ايه المشروع يعني، يتكلم عنه، وبعد كده بيتقسموا بقى التاسكات دي، كل واحد يتكلم عن ايه، وبعد ما بتخلصوا بقى البرزنتيشن بتاعكم سواء في تلت ساعه، نص ساعه، مش عارف قد ايه،
خلصوا كده العرض بتاع المشروع، بعد كده بقى بتقعدوا مع الدكاترة بقى ايه في المناقشة النهائية بقى خالص، اللي هو بالنوتة الحسابية بالتقرير بتاعك كله بتبقى جايبه معاك، وبتقعدوا بقى بتتناقشوا في كل حاجة وبتقيموا برضو على دي. يعني في تقييمات كتيرة قوي خلال المشروع، يعني في الأول قبل ما التسليمة النهائية بيبقى على كل تاسك فيه تقييم ومناقشة، المناقشة دي بتقعد ممكن ساعة ساعتين عادي يعني. وفي المناقشة النهائية ده ليه المناقشات الأولية دي اللي في كل تاسك عشان تبتدي تحسن، تفضل تحسن تحسن تحسن، بحيث إن أنت تيجي في النهاية خلاص بقى يبقى أنت كل حاجة اتظبطت والمشروع جاهز إن أنت تسلمه وتناقشه وتعرف تتكلم. يعني برضه بتتسأل في المناقشة النهائية دي، بتبقى قاعد بقى مع دكتورين أو ثلاثة وبتتناقش، أما البرزنتيشن بتبقى قاعد قدام ناس كتير يعني. بس تمام، يعني حضرتك قلت احنا كتيم بنسلم تاسكات، يعني هل كده التيم كله بيسلم اول تاسك وبيتراجع، ولا كل طالب بيعمل التاسك وبيسلمه؟ لا، التيم كله، التيم كله انتوا بتروحوا كتيم، التيم كله بيتسلم اول تاسك والدكتور بيقعد معاكم يعني وبيتراجع ويقول لكم على الكومنتات، وهو قاعد بقى بيسأل كل طالب يعني اشتغل في ايه عشان التقييم الفردي برضه. فلا يعني هو التاسك بيتسلم مره واحده من التيم، انتوا كتيم بتشتغلوا تيم وورك يعني بتطلعوا منتج واحد بس انتوا تيم. هو حسب ما انا فهمت ان كده التاسكات مش معتمده كلها على بعضها. لا طبعا معتمدة، ما انا زي ما قلت لك الفاكشوال ده انت هتاخد منه حاجة هتستخدمها في كل التاسكات، فتاسك 3 و4 مرتبطين ببعض، الديزاين بتاعهم مرتبطين ببعض. ممكن تاسك 2 مثلا انت بتاخد السويل بروفايل وبتحسب بيرنج كاباستي، الحاجات دي هتدرسها في رابعه يعني اللي انا بقوله. وبعد كده تروح جاي مصمم الاساسات بناء على البيرنج كاباستي اللي انت جبتها دي، او على حسب بقى انت تعمل بايز يعني على حسب انت. لا يعني تاسك واحد ده هو اللي انت بتطلع منه اوت بوت تستخدمه في المشروع ككل، فانت تاسك واحد مهم جدا لباقي التاسكات. تاسك 2 ممكن يكون منفصل عن 3 و4 لان انت بتعمل ديزاين لليكشة ولا حاجة، تاسك 3 و4 مع بعض انتوا بتمشوا في التاسكين دول مع بعض. تاسك 5 هيبقى ممكن حيطة تكون منفصلة عن تاسك 3 و4 و2 بس مرتبطة بتاسك 1. تمام. تمام تمام شكرا يا باشمهندس. هو حضرتك بس ممكن نصيحة عامة للناس اللي ده إن شاء الله ناوية تخش أساسات كده، وشكرا جدا على وقت حضرتك. هو نصيحة عامة، أنت مشروع أساسات مشروع كويس، ويعني هتطلب يعني خريج هندسة القاهرة الحمد لله يعني بيبقى مطلوب، بس الفكرة إن أنت لو ناوي تخش، أهم نصيحة بالنسبة لي لو أنت ناوي تخش في مشروع أساسات اختار التيم اللي أنت تشتغل معاه، وما تكسلش في المواد بتاعتك، ذاكر المواد بتاعت التالتة وذاكر اللي هي السيول ميكانكس يعني، وذاكر رابعة كويس وشد قوي في الكورسات دي، وتتعلم ازاي تخرج وازاي تخرج تعرض شغلك بشكل كويس، ويكون انتوا كتيم يكون في تناغم ما بينكم. خش مع ناس تعرف يعني، خش مع ناس انت عارفها، ما تخشش يعني ما تجربش، لان دي مشروع خطر يعني ما تجربش في نفسك، فانت خش مع ناس هتعرف تشتغل معاهم هتعرف تنتج معاهم، وهيبقى في تناغم ما بينكم كده، ويعني هتبقوا حابين الشغل مع بعض. دي حاجة مهمة جدا، لأن يعني أنا بقول لك هو ده سبب المشاكل في العموم، إن أنت لو دخلت مع تيم أنت مش عارف تشتغل معاه مش هتعرف تعمل حاجة، مش هتعرف تنتج، هتبقى النفسية مش ألذ حاجة، فتبقى الدنيا مش أحسن حاجة. فأنت خش مع ناس أنت تحب تشتغل معاها، وسواء اخترت المشروع ده أو أي مشروع جماعي، النقطة اللي أنا بتكلم فيها دي مهمة جدا. يعني هو المشروع كويس، وبقية المشاريع برضو كويسة، كل يعني كل المشاريع كويسة وكله ليه شغله، وإن شاء الله أول ما تتخرجوا تلاقي الفرصة المناسبة ليكوا يعني تحققوا اللي أنتوا عايزينه. بس زي ما قلت لك، أنت لو هتخش المشروع ده دور على التيم بتاعك. تمام، شكرا جدا تمام، يا باشمهندس على شكرا وقتك. لك يا باشمهندس على وقتك.